عناوين سنابل نيوز. ساندرا باختبار جديد مع الرب. أنا عندي 13 سنة، أنا في أولى إعدادي. أنا اتولدت في بيت مؤمن وفي مامي مؤمنين. أطفال بيجمعوا المال لدعم مشاريعهم. بدي أخبركم كيف طلعنا بفكرة البيك سيل بكنيستنا. كنا قاعدين نحن أربع أشخاص أصحاب. سوق الأربعة مع الأب مجدي علاوي. سوق الأربعة إجا مرة حاجة. الحاجة إنه البي اللبناني. سكر للأطفال وفوائده وسلبياته. يرغب الأطفال كثيراً بتناول الحلويات والسكريات بأنواعها. فيكم ببرنامج سنة بالنيوز. أنا جينيفر. أنا غادي. مثل ما تعودنا، برنامج سنة بالنيوز هو برنامج الأخبار يلي بعرفكم على أخبار الأطفال وبيطلعكم على أمور عملية بتفيدكم بحياتكم اليومية. أكيد رح منجاوب على أسئلتكم اللي أرسلتوها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ومننسى صوركم ورسوماتكم اللي أرسلتوها لألنا. وكمان منرحب بالاستوديو معنا زميلتنا رومي يلي رح تطلعنا على طرق عملية حتى نقرأ الكتاب المقدس. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي. وكمان زميلتنا جوال خرط يلي رح تعرفنا على آخر الصور اللي أرسلتوها لنا. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغادي. ما فينا نقول إنه نحن مسيحية لأنه خلقنا بعائلة مسيحية، إنما علينا نختبر محبة المسيح بحياتنا وتكون علاقتنا شخصية معه. ساندرا عندها اختبار خاص مع الرب. تفاصيل بهذا التقرير. أدخل أوضة عمليات، عمري ما كنت متضايقة. يسوع يسوع ده بيعمل معجزات، إزاي بتقولي كانسر؟ ما قلتش لربنا أنت ليه اديتني المرض ده؟ أنت إزاي قادرة تقوليها أصلاً؟ يسوع لسه يقدر. مخلوقين علشان نقول لكل الناس قد إيه يسوع عظيم. أنا ساندرا هاني، أنا عندي 13 سنة، أنا في أولى إعدادي. أنا اتولدت في بيت مؤمن وفي مامي مؤمنين، وأنا عندي 11 سنة. رحت مؤتمر مدارس أحد، وساعتها كانوا بيصلوا كده، فسلمت حياتي ليسوع. بقيت حاسة بيه وبقى يكلمني، وبقيت حاسة إنه قد إيه هو عظيم. بعد ما رجعت من المؤتمر كنت بسخن 4 شهور، ورحت لدكاترة كتيرة وما كناش فاهمين أنا تعبانة من إيه. بعدها بدأ يعني الدكتور يقول لنا إنه في حاجة في الغدد اللمفاوية. بصلي أنا وبابي ومامي، وبابي جاله مكالمة من الدكتور وقال له على النتيجة بتاعت العملية اللي أنا عملتها، وخلاص كده اتأكدنا إنه في كانسر في الغدد اللمفاوية. بابي ومامي ما رديش يخدوني أو يقولوا لي، بس يعني أنا سمعتهم وهم بيكلموا مع الدكتور، وكانوا بيعيطوا ساعتها ومتضايقين جدا. بس أنا قعدت برا وكملت صلاة. ساعتها كنت حاسة بسلام، بس الناس اللي حواليا كانوا كلهم حاسين إنه ده مرض كبير، بس أنا كنت حاسة إنه مع ربنا ما فيش أي حاجة كبيرة. قعدت يومين في المستشفى، اتحجزت وبدأت أول جرعة. وأنا طبعا ما كنتش لسه فاهمة الموضوع قوي، بس النيرس قالت لمامي إنه خلاص هي شعرها هيقع من أول جرعة وشعرها كله مش هيخف. يسوع اتمجد، وأنا قعدت الجرعة الأولى والتانية والتالتة ومشين لغاية الجرعة الرابعة والخامسة، وشعري بدأ يخف، مش يقع، بدأ إنه يخف في الجرعة الخامسة. ودي يعني دي بالنسبة لي أكبر معجزة، أكبر من معجزة الشفاء. بعد ما خف وكده أنا كان ممكن أنزل بيه، بس عشان نفسيتي وكده فمامي اقترحت إنه هنجيب لها باروكة.
بس الباروكة أنا لبستها 4 شهور بس، وبعد الأربع شهور دول قصيت شعري جرسون، نزلت بيه عادي وما كانش فارق معايا. أنا قعدت 6 شهور بتعالج، أخدت 6 جرعات فيهم. الجرعة الخامسة أنا كنت خلاص بقول للنيرس والدكتور خلاص أنا مش هجيلكوا تاني، باي باي، أنا مش هشوفكوا، لأني أنا كنت متأكدة 100% من قبل ما أعمل الإشعاعات، من قبل ما أعمل التحاليل، من قبل ما أعمل أي حاجة، إنه خلاص يسوع شفاني. وبعد الجرعة السادسة عملنا الإشعاعات والتحاليل، وفي اليوم ده بابي كلمني وقال لي إنه خلاص أنتي ما بقيتيش تعبانة. ساعتها كنت بسمع كل الترانيم بتاعت الشكر لربنا، يعني هو ميزني أنا بالمرض ده علشان يقول لي إن هو صالح ويوريني مجده بجد. كان في ترنيمتين بحب أسمعهم جدا، ترنيمة يا رب أسمع صلاتي وترنيمة اشفيني. كنت بحس في الترانيم دي إنه ده كلام عليا وإنه أنا بطلبه بجد من ربنا. اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني. كان في حفلة كريسمس في قاعة ديلز، الدكتور كان منعني اني انزل من البيت، بس انا رحت اللي كانت في قاعة ديلز وقلت لبابي ما تقلقش، انا يسوع حاطت ايده على مناخيري وانا مش هيجيلي برد، انا واثقة من كده. وفعلا انا رحت وما رجعتش تعبانة، ورجعت سليمة وكملت باقي جرعاتي. من ساعتها وانا عايزه اقول لكل الناس انه انا اتعامل معاه معجزه، هو مش كان بيعمل معجزات وخلاص، لا هو بيقدر. احنا يعني مخلوقين علشان نقول لكل الناس قد ايه يسوع عظيم. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى اخر وعد سد هلمس هد توبك، انا هلمس هد توبك. اطفال كنيسه القيامه ببيروت حبوا يقدموا خدمات ويبيعوا منتوجات حتى يدعموا مشاريعهم الصيفية ويقووا الخدمة يلي عم بيعملوها. شو هي الطريقة يلي عم يجمعوا فيها المساعدات وشو هن المشاريع يلي عم بيقوموا فيها؟ تفاصيل بهذا التقرير. هاي، معكم شداي من سنابل نيوز. مين منا ما بيحب المشاريع والنشاطات؟ بس أوقات هالمشاريع لو قد ما كانت صغيرة بحاجة لتمويل. اليوم رح نعرفكم على مجموعة أولاد لقوا طريقة لتجميع المال بهدف يقوموا بالنشاطات. شو هي هالطريقة وشو هي النشاطات؟ خلونا نشوف سوا. بدي أخبركم كيف طلعنا بفكرة البيك سيل بكنيستنا. كنا قاعدين نحن 4 أشخاص أصحاب، وكنا عم نفكر كيف بدنا نطور مدرسة الأحد أو خدمة المراهقين بين أعمار 13-16. ففكرنا بهالبيك سيل إنه كل أول أحد من الشهر منلتقي مع بعض ومنبيع أشياء تيطلعنا مصاري ونطور خدمة الأولاد. فأول مرة عملناها وتشجعنا كتير. أهدفنا هالسنة إنه نجيب ألعاب يعني للأولاد ونساعدهم يعني بالأشياء، وهدفنا كمان التانين إنه نروح رحلات مع الأولاد ونتسلى معهم ونروح مؤتمرات ونروح يعني كامبينج وعلى الجبال ونروح نشوف النيتشر مع بعضنا. ومن المصاري اللي عم طلعها من البيك سيل عم نساعد كتير كنيستنا وأولادنا، وبذات الوقت عم نتسلى. مثل ما شفتوا هذه طريقة حلوة وذكية، ونحن كمان لازم دايما تكون مشاريعنا عم تهدف للخير ولتنمية الذات والآخر. كانت معكم شداي من السنابل نيوز.
سوق الأربعة مع الأب مجدي علاوي هو السوق بطعم الناس ببلاش. شو هي هيدي الخدمة ومين عم بيساعد توصل لكل العالم؟ تفاصيل بهيدا التقرير. هاي معكم جنى من السنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بسوق الأربعة اللي بتنظمه جمعية ساعدة السما. خلونا نعمل جولة بهالسوق. سوق الأربعة إجا مرة حاجة، الحاجة إنه البي اللبناني ما عايشه بالكاد يقدر يكفي أجر بيت اليوم أو مع كهرباء أو مي، ما عم بقول اشتراك حتى، ما عم بقول دواء. طيب كيف ممكن نساعد هالبي اللبناني يلي أكتر شيء بشع عند البي؟ بس يرجع على البيت مش جايب معه أكل على البيت، مش جايب أغراض معه على البيت، مش جايب تياب يدفي ولاده على البيت أو حرمات أو أدوات منزلية. أبشع شيء ساعد ولد يطلب من أمه أو بيه طلع عبالنا فواكه، طلع عبالنا خضرة، يقولون ما عنا. سوق الأربعة إجا من وراء حاجة تنقول للبي اللبناني نحن حدك. نحن الحلو إنه هون في عنا بنك نعطي صورة عن مصاري للأولاد للأهل، إنه بس ابنه بيقول له بدي بندورة، بنته بتقول له بدي خيار، أو مرته إنه عم يشتري الأغراض مش عم بيشحدهم. كرامة الناس، الله صار إنسان كلمة كرامة الإنسان. من هون قررنا أن يكون، وإن شاء الله هذا السوق الأربعة ينطلق بالعالم كله سوا، لأن ما في منه بعد بالعالم. شاركت بسوق الأربعة لساعد كل محتاج وقدم له الخدمات الاجتماعية. بتلاقي نحس بوجع العالم، بتلاقي نساعدهم نحسسهم إنه في حدا حدهم. في كتير عالم عن جد بدهم تياب وهيك محتاجين، وعن جد نحن بعالم والعالم بعالم تاني، إنه لك شو بالهم بدهم هن يكونوا أحلى شيء. وما بعرف شو في عالم حتى ما معها تاكل، ما معها تياب، ما معها تتدفى. هلأ مثلا عم يجوا عم بيقولوا بدي جاكيت، بدي شابو، بدي جاكيت، بدي شابو، أكتر شيء مطلوبين. يعني قدي العالم بردانة. كتير مهم إنه الواحد يجي يساعد الناس، وعم نحس معهم للفقرة، عم نساعدهم، عم نقدم لهم كل شيء ممكن نعطيه من وقتنا ومن تعبنا ومنحس فيهم. نحن من مدرسة سيدة البشورة بكفر شيما، وطالبين منه السنة نعمل خدمة اجتماعية كرمال انه نساعد، وجينا على سوق الأربعة بهدف انه نساعد العالم اللي محتاجة وما عم تقدر تأمن أكله. وكمان نحن برعنا للجمعية. نحن ما بنقدر نعمل شيء، يسوع عم بيأمن، نحن ما لنا شيء. يسوع عم بأمن اللوكال من خلال تلميذ نورسات، يسوع عمل المتطوعات والمتطوعين من خلال وسائل التواصل، يعني على الفيسبوك عرفوا بأنه هاي النشاط، أو من خلال وسائل الإعلام. يسوع أمن ممولين لهالمشروع. يعني في ناس بتقول زرعة عندها فواكه أو خضرة بتجيب لنا، في ناس تشتغل بفرن بتجيب لنا، في ناس نحن اليوم مثلا موعدين أنا راحت نفس حنا 300 ربطة بس في حنا قدم 100 ربطة زيادة. يعني نحن كل كني في ناس بتجيبنا تياب تبعها. نحن اليوم عملنا برمي بالعالم، وإنه لو بتحب لبنان ساعد خيك بلبنان، خيك بلبنان بالحرب مفل، يعني قد ما قايمة بلبنان وبحب لبنان ما بدي منك تعطيني مصاري. خيك عنده مزرعة دجاج أو شري البيض منه وجبنا إياهون، خيك عنده جنينة فيها بطاطا شري البطاطا منه وبعت لي إياهون. فهيك أنت بتبعت مصاري لخيك بكون ساعد خيك بقي بلبنان وخيك جيب لنا، يعني عصفورين بحجر واحد. كونوا رحماء كما أباكم السماوي رحيم. كانت معكم جنى من السنابل نيوز. السكر كتير بيأذي الإنسان وبيضر بحياته وخصوصا للأطفال. هل في بديل عن السكر لحتى نحل فيه؟ تقرير بالإدو. هاي معكم كارول من السنابل نيوز. بومبو، شوكولا، سوسات، هول الأكلات أكيد أكيد كلنا منحبهم، ولكن للأسف هول الأكلات فيهم سكر، والسكر له كتير أضرار. تعالوا نحكي أكتر عن السكر بهذا الروبورتاج. يرغب الأطفال كثيراً بتناول الحلويات والسكريات بأنواعها، ولكن يعود جزء كبير من السبب إلى الأهل، فلا يجب أن نستخدم الحلويات والسكريات كمكافأة للأطفال عند قيامهم بعمل جيد أو عند تناولهم طعامهم. أول شيء السكر بنحسب من جروب النشويات،
عادة نحن السكر بيعطينا هيك هيدا الفليفر السويت بالأكل، دايما نحن نستعمل السكر يعني ننبسط بالطعمة، بس السكر كمان عندها سيئات بدنا ننتبه لهيدا الشيء أكيد. هلا أول شغلة المشكلة بالسكر وكل شيء داخله سكر، يعني بنصير إذا أكلنا كتير بسبب هيدا الشيء نصاحة. هلا بنعرف نحن النصاحة عند الأولاد وقت يبلش نصاحة من هن وصغار، هذا الشيء بيؤدي للنصاحة لبعدين، والنصاحة في كتير مشاكل صحية من وراء النصاحة بتجي. فأول شغلة إنه السكر وكل شيء داخله السكر والشوكولا البونبون هودي كلهم بنصحونا كتير. تاني شغلة كمان بدنا ننتبه وقتها نشبع بالسكر، وقتها ناكل بس شوكولا وبونبون وقت الأكل أو قبل الأكل بنصير ما عم ناخد الغذاء من الأكل. يعني هلأ أنا جاية بدي أتغدى بس ساقة بتأكل لوح شوكولا، ما رح أقدر أكل مثل ما لازم، فحتى مش عم بقدر أكل أخد الغذاء من الأكل مثل ما لازم، كمان هيدا الشيء مش منيح. وثالث شغلة أكيد السكر نعرف إنه مش منيح للأسنان، يعني بصير يعمل تسوس بالأسنان سبيشلي كل شيء بونبون بلزقه بالأسنان، هيدا الشيء كمان بيأذي الأسنان، فبدنا ننتبه هيدا الشيء. يوجد بعض الأطعمة التي ينبغي أن لا يمر يوم بدون أن يتناولها الطفل، مثل الحليب أو اللبن. بدنا ننتبه من السكر إذا بدنا أول شيء نحافظ على الوزن لازم ننتبه كتير على السكر، ما ناكل كميات كبيرة. هلا بعرف انه شيء طيب واحد بيحب يمرق، بس بدنا ننتبه على الكميات، يعني نمرق يمكن مرتين او ثلاثة بالجمعة. هلا اكيد اذا فينا صحة، اذا ولد شوي ناصح لازم ينتبه اكثر، لازم ياكل اكثر فواكه وخضرة بدل ما ياكل سكر كتير واشياء فيهم سكر مثل الشوكولا والبونبون والكيك، هودي كلهم بضروا، حتى الجوس اذا العصير كمان فيه سكر كتير، فبدنا ننتبه على هودي الاشياء. يوجد بعض الأطعمة التي يجب أن نخفف منها يومياً، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، تقليل من الأطعمة المقلية مثل البطاطا والبرجر، تقليل من كميات الحلويات التي تحتوي على كمية كبيرة من الألوان والنكهات الصناعية. كمان بالبيت لازم ننتبه ما نجيب كميات كبيرة، لأنه هلأ الأهل بيعملوا يمكن شوبينج مرة بالجمعة بيشتروا كميات كبيرة علب كبيرة بيخلوهم بالبيت، هذا الشيء كتير غلط، لأنه أكيد يعني إذا الولد فتح البراد أو فتح الجارور بيشوف إنه في أشياء طيبة إجباري بده يأكل بده يلعمش. فدايماً إذا بدنا نجيب شوكولا وأشياء هيك نجيب كميات صغيرة كرمال ما نأكل كتير منهم. تعالوا نشوف هلا الاكلات يلي لازم نخفف منها لانه السكر فيها كتير. بنصحهم ياكلوا بدل السكر الفواكه لانه فيهم سكر، فيها طعمه السكر بس اكيد وحدات حراريه اقل وفيها الياف وفيتامينات. كمان فينا نمرق مثلا لبن، فينا نمرق اشياء بغذونا بنفس الوقت ما فيه سكر كتير. حتى اذا بدنا نمرق شيء بسكويت او هيك افضل ناخذ شيء مثلا سيريال بار، شيء خفيف اكثر من الشوكولا اللي بيجي فيه دهن عالي وسكر عالي، يعني انتبه دائما على كميه السكر اللي عم ناخده. صحيح هول الأكلات كلها منحبهم، ولكن لازم نتناولهم باتزان لحتى يكون عنا صحة جيدة. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز. كتير منكم عم يرسل لنا صور، ومعظم هيدي الصور التقطوها بعد ست تليفون وارسلتوها على شبكة التواصل الاجتماعي، ونحن رح نعرض كل الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك والإيميل مخصصين للبرنامج، ورح ننتقل مع زميلتنا جوال تتعرفنا على صوركم. مرحبا جوال. هاي غادي وجينيفر، كيفكن اليوم؟ هلأ رح نشوف سوا الصور اللي أرسلوها مشاهدينا على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. وأول صورة معنا لليوم من إلينا نتان. Thank you إلينا على هيدي الصورة. تاني صورة رح نشوفها سوا هلأ من حنون قاسم رمضان. شكراً على هالصورة الحلوة. وآخر صورة معنا لليوم من جايدن جون. Thank you جايدن على هيدي الصورة. ما تنسوا مشاهدينا دايماً ترسلولنا صوركن على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. هيدا كان كل شي معنا لليوم. عودة لألكن غدي وجينيفر. ورح ننتقل كمان لزميلتنا رومي حتى تخبرنا شو عندها شي جديد لليوم. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي، كيفكن؟ يسوع بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، متى 28:20.
وعد يسوع انه يكون معنا كل الايام، وهو صادق. يسوع بيقول عنه الكتاب المقدس انه هو الصديق الالصق من الاخ، لكن في كثير اطفال بيشعروا بالوحده وما عندهم اصحاب يلعبوا معهم، وهيدا الشيء مش حلو. خلونا ناخذ المبادره ونتعرف على اصدقاء جداد نلعب معهم ونعزمهم لعنا على البيت ونظهر نتغدى سوا، واكيد بعد موافقه الاهل، ونشوف شو نوع الالعاب يلي هن بيحبوها ونلعب معهم ونكون بركه لالهم. خلونا نآمن انه يسوع ما بيتركنا وبيقوينا انه يكون معنا من خلال الصداقات يلي منقوم فيها. واذا حسينا اي صديق عم يدفعنا نعمل امور غير صالحه لازم نخبر اهلنا ونبتعد عنه. هذا كان كل شيء لليوم. عوده لكم جينيفر وغدي. ما مننسى تقريركم المصورة اللي أرسلتوها لإلنا ويلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صورة أي موهبة عندكم إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب ونحن متكفل بعرضها ببرنامجنا. أما التقرير اللي وصل لإلنا اليوم هو من علي. اسمي علي داوود وأنا بصف الخامس وعمري 12. بحب ألعب فوتبول وبحب رنم وأحضر سبور. بدي رنم ترنيمة اسمها For unto us a child is born. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And he will reign forevermore. For now a light is shining clear. To lift the shadows of our fear. Justice and righteousness endure. A king born in a manger, little baby boy, a hope for all the nations, gift of love and joy. We come to worship Jesus, hail him as our king, welcome him our savior, lift our voice and sing. For unto us a child is born, unto us a son is given, and he will reign forevermore. بدي رنم بالعربي جيش أملاك السماء. جيش أملاك السماء بلغوا الأرض السلام وارفعوا لحن الثنى إذ أتى فادي الأنام. ما مجد مجد في الأعالي. ما مجد مجد في الأعالي. كان في الحقل رعاة يحرسون الغنم فرأوا فوق العلا جوك جندر نما. احضروني على السنابل نيوز. باي. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا وغدي منودعكم على أمل نشوفكم بحلقة جديدة. باي.